مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وهذا اللقاء الخاص في ختام يوم مشهود في مسيرة البناء الديمقراطي المصري. نتشرف بأن يكون ضيفنا الكريم معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. مساء الخير معالي المستشار. أهلا وسهلا. شكرا لوقتك الثمين في يوم مشهود في البناء الديمقراطي المصري بعد قيام الحكومة التي حضرت إلى مجلس النواب بكامل هيئتها وقيام رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعرض خطتها أمام النواب. إذا بتسمح لي معليك في البداية، كيف رصدتم ردود فعل مجلس النواب وهو مجلس نواب الشعب حول التغيير الحكومي الموسع أكثر من 20 وزير جديد في هذه الحكومة؟ هو بداية بشكر حضراتكم على تعبكم معنا من الصباح الباكر لتغطية هذه الجلسة التاريخية، وأود أن أهنئ دولة رئيس الوزراء على حصوله على الثقة من القيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه الثقة يجب أن تعمل الحكومة على يعني إبرازها وتطبيقها في صورة عملية بحيث تنتقل إلى المواطن المصري في معيشته وفي حياته. التعديلات الأخيرة الموسعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بلا شك لاقت استحسانا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، وهذه بداية موفقة. لكن طبعا المجلس هيدرس تقرير دولة رئيس مجلس الوزراء أو التقرير المقدم للحكومة بجلسة اليوم، وهيقول رأيه النهائي في الجلسة القادمة إن شاء الله. علمنا أن الخطة حوالي 300 صفحة التي تضمنت برنامج الحكومة. يعني فور عرض بيان الحكومة أمام البرلمان، الكثير من الخبراء تحدثوا أن الخطوط العريضة التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء ربما تعكس تطلعات الشارع المصري وفي نفس الوقت تقديرات وتكلفات القيادة السياسية للحكومة في هذا التوقيت المهم. هل تتفق مع ما جاء من هذه الآراء؟ لا شك إن ما سمعناه اليوم من خلال إلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء لبيان الحكومة بيعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية إلى الحكومة من أجل إنجاز برامج أداء واضحة. والنهاردة سيادة رئيس مجلس الوزراء وضح أن هتكون هناك تقارير دورية هتعقد على مجلس النواب من خلال سواء اللجان أو الجلسات العامة، وهذا جانب طيب نأمل أن الحكومة تعمل على تنفيذه وتطبيقه، وده هيبقى شيء مثالي جدا بالنسبة للمواطن المصري. هيبقى أداء الحكومة بصفة دورية مطروح أمام مجلس النواب. تفضلت في معرض حديثك الآن للإشارة إلى البعد الاقتصادي والاهتمام بالبعد الاقتصادي في التشكيل الوزاري، وهنا أتحدث عن ملفات بعينها مثل الصناعة والاستثمار والخدمات العامة بشكل عام. وهذه التغييرات عكست أيضا اهتمام القيادة السياسية المصرية بهذه الملفات. هنا تأتي المعادلة، وهي كيف سيدعم مجلس النواب هذه التطلعات للحكومة من جهة، وفي الوقت نفسه يحافظ مجلس النواب على المبدأ الدستوري الأصيل وهو الفصل بين السلطات وطبيعة الدور. لا شك أن دور مجلس النواب واضح جدا، وهو يستمد من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري. بيقوم دوره على محورين أساسيين: محور تعاوني في المجال التشريعي. في المجال التشريعي نحن على تواصل مع الحكومة من أجل ضبط التشريعات بما يتفق مع طبعا
القانون الأعلى والأسمى وهو الدستور، وبما لا يتناقض أو يخالف التشريعات القائمة أو يتناقض معها. ده محور تعاوني متواصلين بصفة مستمرة مع مجلس الوزراء من أجل ضبط التشريعات ووضعها في صيغتها النهائية الدقيقة. المحور الآخر زي ما سيادتك تفضلت، بنراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة. هنا هذا الدور الرقابي يجب أن أوضح، وليس لاصطياد الأخطاء وإنما لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين مواطن، يعني مش عايز أقول مواطن الضعف، ولكن المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة. هذا الدور مستمر طوال دور الانعقاد، وليس بفترة معينة أو خلال جلسة أو أكثر، لا، هو دور مستمر دائما من خلال لجان المجلس النوعية ومن خلال استدعاء السادة الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس، من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وأسئلة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة، انتهاء بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب. معالي المستشار، كيف رصدت استحداث مسألة التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية؟ طبعا التواصل السياسي ده دور للوزارة المستحدثة، مش الوزارة المستحدثة، هذا الواجب اللي أضيف لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، ده دور بتحدده الحكومة، يعني ده بعيد عن اختصاص مجلس النواب، فالحكومة هتوضح أو مجلس الوزراء الموقر هيوضح هذه الجزئية ومحاورها وأبعادها بالنسبة لهذا الدور من التواصل السياسي. لكن إحنا كمجلس نواب دائما متعاونين مع كل جهات الدولة، زي ما قلت لسيادتك، ليس يعني مجلس اصطياد أخطاء وإنما إلقاء الضوء على أداء الحكومة، لأن إحنا ممثلين للشعب والشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع، يعني يلبي طموحات والمقررات الموضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية. سيادتك تفضلت بإظهار الدور التشريعي لمجلس النواب وإلقاء الضوء عليه. نحن أمام مخرجات للحوار الوطني، والحوار الوطني أصبح الآن طرف أصيل في الحياة السياسية المصرية، من جهة إن هذا الحوار جاء بدعوة ودعم من القيادة السياسية في مصر، ومن جهة أخرى أنه يضم كل ألوان السياسة وأطياف السياسة في مصر. كيف سيتعامل مجلسكم الموقر مع مخرجات الحوار الوطني وخاصة فيما يخص الجزء التشريعي؟ نسمن دور الحوار الوطني، هو حوار طبعا بين فئات الشعب المختلفة، وسيادة رئيس الجمهورية أوضح في مؤتمر الشباب في يونيو سنة 2023 في الإسكندرية أن مخرجات الحوار الوطني سوف تعرض على مجلس النواب لإقرار ما يتم منها، طبعا في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. فاحنا بنشكر طبعا سيادة الرئيس على مبادرته في دعم الحوار الوطني، وهو حوار وطني مستمر ومتواصل، ومخرجاته تأتي إلينا في مجلس النواب لكي نرى وننفذ ونعمل على تطبيق ما يتفق منها مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات القائمة. معالي المستشار، ما ينفعش تكون الفرصة متاحة في الحديث إلى سيادتكم ولا ننظر إلى ما يدور حول مصر وما يدور في الإقليم والتحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري، وقد حضرت أيضا اليوم في بيان الحكومة، طبيعة الدور الذي
أو الدور المنوط بالبرلمان والحكومة أيضا في هذا الشأن لمواجهة هذه التحديات؟ طبعا ما يموج به العالم الآن من نزاعات، سواء نزاعات مسلحة أو نزاعات سياسية، فإن السياسة الخارجية المصرية لا تقل أهمية طبعا عن السياسة الداخلية، هما متكاملتان. دور مجلس النواب دائما دور إيجابي، وهدي سيادتك مثل يعني بما يتصل بالأمن القومي مثل معه، ده يتصل بالسياسة الخارجية والداخلية في وقت واحد. مجلس النواب بيعتبر أن الأمن القومي ده فرض عين على السادة أعضاء مجلس النواب، وزي ما سيادتك عارف احنا عقدنا جلسة خاصة لمناصرة غزة، وكان دور مجلس النواب فيها دور قوي جدا وفاعل، وتناقشنا مع البرلمانات على مستوى العالم، ووصلنا وجهة نظرنا بصورة واضحة يعني لا نزاع حولها ولا خلاف، ويعني بنلقي جانبا الآراء المخالفة من بعض البرلمانات التي لا تؤيد وجهة نظرنا. معالي المستشار حنيف الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا لقناتكم الموقرة وتفضلكم وتعبكم من الصباح الباكر لتغطية هذا اليوم التاريخي لمجلس النواب. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.